بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا أعزائي الطلاب. سأقوم إن شاء الله في هذا الفيديو بشرح الجزء الثاني من للأبيات من قصيدة رسالة من باب العمود، وقد تم شرح الجزء الأول كما تعلمون في فيديو موجود على صفحتي على الفيسبوك. أما الآن سأقوم بالشرح بشكل مباشر اختصارا للوقت. طبعا وصلنا إلى البيت السابع، وأرجو منكم أن تسجلوا كل الملاحظات اللي راح نحكيها إن شاء الله على الأبيات على دفتر جانبي على نفس الأبيات، لأنه عندها ملاحظات كثير مهمة راح نحكيها إن شاء الله على الأبيات. وسأقوم بشرح الأبيات كما تعودنا، أول شيء معاني وجذور، وبعد ذلك دلالات معنوية، وبعد ذلك صور فنية. وفي القسم الرابع أو المرحلة الرابعة سنتطرق إلى بعض ونعرج على بعض الأمور الصرفية والنحوية في هذه الأبيات. في البيت السابع والثامن والتاسع، هنا الشاعر يتحدث عن كثرة تضحيات الشهداء على أرض فلسطين، وكيف عبر عن ذلك باستخدامه الكثير من المفردات والتراكيب التي تدل على الكثرة. فيقول في البيت السابع: كم على الساحات من أنفاسهم وردة فاحت وكم جاد سحابه. هنا بالنسبة لكم هي كم الخبرية التكثيرية، وسنعرج عليه الآن. أما بالنسبة لكلمة الساحات فمفردها ساحة وجذرها سوحة، وهو المكان الواسع. اكتب عندك الآن: وردة فاحت، فاحة بمعنى انتشرت رائحتها وجذرها فوحة. وكم جاد سحابه، جاد من جودة جذرها وهو أكرم وسخى. والسحاب معروف هي الغيوم، ولكن المقصود فيها هنا دماء الشهداء. هذا بالنسبة للمعاني. أما الآن للتراكيب، عندما قال وردة فاحت هنا: كم على الساحات من أنفاسهم وردة فاحت، هنا الشاعر كأنه صور الشهداء. هنا اكتب عندك أو مكتوب عندك صورة، ركز، صور الشهداء ورودا فاح عطرها، فاح أرجها، وكأنه يشير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الشهيد: يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهنا صور الشهداء، فكلمة وردة فاحت هنا دلالة على الشهيد أو الاستشهاد. وجاء هذا السؤال في شتوية 2019، فلو سألك ما دلالة وردة فاحت؟ على الشهيد، على الشهادة أو الشهيد. وصور الشهداء ورودا فاح أرجها. وكم جاد سحابه، سحاب المقصود فيها دماء الشهداء، وصور دماء الشهداء أيضا التي بذلت غيوما ماطرة، غيوما ماطرة. وأيضا استخدم كم الخبرية يدل على كثرة الاستشهاد على أرض فلسطين، وكأنه يريد أن يعبر كم من شهيد سقط على أرض فلسطين. الآن هذا بالنسبة يتعلق بالصور الفنية والدلالات. أما كم، كما تعلموا الخبرية التكثيرية ليس لها جواب محدد، لا يراد بها التعيين، ولكن تدل على كثرة. على طبعا أما بالنسبة لكم الاستفهامية، هي التي يكون تمييزها منصوبا مفردا تدل على عدد محدد لها جواب، كأن أقول مثلا كم طالبا في الصف وتختم بعلامة استفهام. هذا بالنسبة لكم الاستفهامية. أما كم اللي استخدم الشاعر معنا في هذه الأبيات، هي كم الخبرية التكثيرية لا تدل على جواب محدد، ليس لها جواب، فقط تدل على كثرة. هذا بالنسبة لكم التكثيرية، واستخدمها ليدل على كثرة الاستشهاد على أرض فلسطين، وكثرة التضحيات التي قدمها الشهداء وبذلوا أرواحهم في سبيل فلسطين. هذا فيما يتعلق في البيت السابع، وتحدثنا أيضا عن كم. وهنا إشارة في هذا البيت إلى أن القدس أرض البطولة والشهادة، فممكن يجيك السؤال في الامتحان: حدد البيت الذي يدل على أن القدس أرض البطولة والشهادة في ما يتعلق في البيت السابع، عندما استخدم كم على الساحات من أنفاسهم وكم جاد صحابه، أي كم بذلوا من دماء على أرض فلسطين. الآن نصل إلى البيت الثامن. يقول الشاعر في البيت الثامن: وعلى باب العلا كم من يد حرة دقت وكم شع شهابه. وعلى باب العلا، العلا المقصود فيها اكتب عندك هو الرفعة والشرف، هاي المقصود بكلمة العلا. كم من يد حرة، يد حرة المقصود فيها الشهداء، دقت على هذا الباب. الآن سنطرق للصور الفنية. وكم شع شعب معنى اكتب عندك أضاء وأنار، أضاء وأنار. أما شهاب هو النجم المضيء اللامع، فكأنه هنا يريد أن يؤكد على كثرة التضحيات على أرض فلسطين. فماذا قال؟ كم من الشهداء بذلوا أنفسهم كرامة للقدس، فكانوا صورهم في صورة فنية عندي، صورهم نجوما مضيئة لامعة في سماء القدس وسماء العلا والشرف والرفعة. هذا فيما يتعلق بالصورة الفنية في الشطر الثاني في البيت. أما عندما قال وعلى باب العلا كم من يد حرة، صور العلا، صور الرفعة والشرف، صوره بابا، ومن يدق على هذا الباب؟ هي أيادي الشهداء، هم الذين يفتحون باب الشرف والرفعة في سبيل حرية القدس. هذا فيما يتعلق في البيت الثامن.
طبعا هنا استخدم الشاعر كلمة العلا وكتبها هنا بالألف المقصورة اللي هي غير المنقوطة على غير قاعدتها، والأصل أن تكتب العلا بالألف القائمة لأنها منقلبة عن واو وجذرها علوة، بالنسبة لكلمة علا علوة اكتب عندك. أما الآن كلمة حرة هنا نأتي إلى الأمر الصرفي، هي صفة مشبهة، صفة مشبهة تمام. الآن هذا فيما يتعلق في البيت الثامن. الآن نصل إلى البيت التاسع، ماذا يقول الشاعر؟ وهم الأبطال والأقصى لهم، وبهم تزهو الروابي والشعاب. وهم الأبطال هم الشهداء المقصود فيها، وهم الأبطال وصفهم بالأبطال لأنهم ضحوا على أرض فلسطين وكانوا مثالا للبطولة والبطولات، فيقول وهم الأبطال والأقصى لهم، أي أن الأقصى لا يكون لجبناء كاليهود، ولكن الأقصى يكون لأبطال يدافعون عن هذه الأرض المقدسة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلاح الدين الأيوبي. فماذا يقول؟ وهم الأبطال والأقصى لهم، وبهم تزهو، تزهو بمعنى تفتخر، اكتب عندك تزهو بمعنى تفتخر. الروابي مفردها رابية، وهي ما ارتفع من الأرض، والروابي من ربوة جذرها ربوة. وطبعا بالنسبة لكلمة الروابي وردت معنا احنا في قصيدة سأكتب عنك يا وطني بالربا، الربا مفردها ربوة وأيضا جذرها ربوة، ولكن الروابي هنا مفردها رابية وهي من ربوة، من ربوة ما ارتفع من الأرض. أما الشعاب مفردها الشعب وهو انفراج، وتبع لضبط حرف الشين في كلمة الشعب في المفرد والشعاب أيضا، وهو انفراج بين جبلين، أي مساحة موجودة بين جبلين. وهنا بين كلمة الروابي والشعاب بينهما طباق، فهنا يشير الشاعر إلى أن جبال القدس وروابي القدس، يعني كل جغرافية القدس، يعني هنا كل القدس تفتخر وتزهو بأبطالها الذين يدافعون عنها. فهنا يشير إلى أن القدس بجبالها وشعابها بوديانها بساحاتها تزهو وتفتخر بأبطالها الذين يدافعون عنها. وهنا العاطفة الموجودة هي العاطفة الوطنية البارزة في هذا البيت لو سئلت عنها. أما بالنسبة لكلمة تزهو، نأتي إلى إعراب كلمة تزهو. تزهو فعل مضارع، وهنا الفعل المضارع لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، فنقول معناته فعل، إذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم نقول فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع، وعلامته رفعه الضمة، ولكن الضمة هنا تكون مقدرة. لماذا؟ مقدرة للثقل. ها بالنسبة لإعراب الفعل تزهو. الآن نأتي إلى البيت العاشر، ماذا يقول الشاعر في البيت العاشر؟ طبعا البيت العاشر والبيت الحادي عشر يشير الشاعر إلى التضحيات التي قدمها الجيش العربي، يعني خص الجيش العربي بهذه التضحيات. أما في الأبيات التي سبقت السابع والثامن والتاسع إلى الشهداء من أهل فلسطين، هنا لا، يشير إلى تضحيات الشهداء من الجيش العربي الأردني. فماذا يقول؟ والجباه السمر، وطبعا كنا هنا لو سئلت ما المقصود بكلمة الجباه السمر، الجباه السمر هي كناية عن الجيش العربي، فلو سألك ما دلالة الجباه السمر من الجيش العربي، واستخدم هنا كلمة السمر، وظف اللون، والسمر مفردها سمراء، وسمراء صفة مشبهة أكتب عندك. السمر هنا استخدم السمر دلالة على كثرة وقوفهم، أو يعني كم وقفوا في ساحات المعارك في سبيل الدفاع عن أرض فلسطين والقدس. فيقول هنا والجباه السمر أعراس فدا، وعليها من سنة المجد إهاب. المجد والشرف والعزة، أما إهاب هو الجلد، تبع على الضبط عندما تكتب كلمة الجلد، هنا حرف الجيم كسرة الجلد. الجباه مفردها جبهة وهو الجبين، والسمر قلنا مفردها سمراء وهي صفة مشبهة، فعلاء أفعل فعلاء، أسمر سمراء. وهنا المقصود في كلمة، سنتطرق الآن في الصورة الفنية لشرح تركيب أو الصورة الفنية الموجودة، الجباه السمر أعراس فدا، ولكن يقول وعليها من سنة المجد، سنة من سنوة، سنة من سنوة جذرها، وسنة هو أضاءة أو الضوء، هي مقصود في كلمة سنة الضوء الساطع. أما إهاب كما قلنا هو الجلد وجذرها أهبة،
أما بالنسبة لكلمة إهاب هو الجلد وجذرها أهابة. الآن ماذا يقول الشاعر في هذا البيت؟ يشيد الشاعر، يعني هو سألك سؤال، حدد البيت الذي يشير إلى تضحيات الجيش العربي. هنا في البيت العاشر والبيت الحادي عشر فيه تضحيات الجيش العربي وخصوصا البيت العاشر، ماذا يقول عندما قال فدا والجباه السمر أعراس فدا؟ هنا يعني كأنه يصور تضحيات الجيش العربي، اكتب عندك الصورة الفنية موجودة خلال الشرح، صور تضحيات الجيش العربي، يصورها أعراسا. من أبطال هذه الأعراس؟ هم الشهداء من الجيش العربي، هاي المقصود فيها. والجباه السمر أي صور أعراس فدا، صور تضحيات الجيش العربي بالأعراسا، وأبطال الأعراس هم الشهداء من الجيش العربي. وعليها الهاء تعود على الجباه، على الجبهة، وعليها من سنة المجد إهابه. هنا كلمة إهاب هي مبتدأ مؤخر، والعبارة تكون إهاب عليها من سنة المجد، يعني جلودهم أو جباههم، هي المقصود في كلمة إهاب، جلودهم تزينت بضوء المجد والرفعة والعزة، هي المقصود فيها. هنا يقول صور التضحيات أعراسا أبطالها الشهداء الذين زينت جباههم بنور المجد والشرف. فعندما قال وعليها من سن المجد إهاب، المقصود إهاب عليها من سن المجد، جلود أو جباههم، هنا جبين الشهيد من الجيش العربي تزين بنور الشرف والعزة، هذا المقصود بكلمة وإهاب عليها، وعليها عفوا من سن المجد إهابه. ما دلالة عبارة والجباه السمر للجيش العربي؟ والعاطفة البارزة في هذا البيت هي العاطفة القومية. الآن لو سئلت بالنسبة لكتابة الألف في كلمة فدا وكتابة الألف في كلمة سنة، أما بالنسبة لكلمة فدا فهي اسم ثلاثي، اكتب عندك وقد تم شرح هذه القاعدة سابقا، اسم ثلاثي الألف منقلبة عن ياء لأنه فدية، فدا فدا من فدية أو يفتدي نقول، فالألف أصلها أو منقلبة عن ياء. أما سنة هنا الضوء، الألف كتبت بهذه الصورة، بصورة الألف القائمة، لأن سنة من سنوة فهو اسم ثلاثي، هنا موجود عندك وكتب عندك، الألف منقلبة عن واو. هذا فيما يتعلق في البيت العاشر ويشير إلى تضحيات الشهداء من الجيش العربي. الآن في البيت الحادي عشر يكمل الشاعر عن تضحيات الجيش العربي، ماذا يقول؟ إن يكن باب البطولات دماً فالجباه السمر للجنة بابه. إن يكن باب البطولات دما المقصود فيها دماء شهداء الجيش العربي، يعني كأن الشاعر في هذا البيت ماذا يقول؟ يقول أنه صور دماء الجيش العربي بابا يوصل إلى البطولات، يعني إن يكن الوصول إلى البطولات يحتاج إلى الدم، فدماء الجيش العربي هي من تفتح هذه الأبواب، أبواب البطولات. فإن يكن باب البطولات دما فالجباه السمر، الجباه السمر هنا، وكرر كلمة الجباه السمر هنا، تركيب الجباه السمر في البيت العاشر والبيت الحادي عشر. لو سألت ما دلالة تكرار الجباه السمر، تقول لي دلالة احفظ على تأكيد علاقة المحبة، على تأكيد دور الجيش العربي وتضحياته على أرض فلسطين. أما كلمة يا حبيب القدس سنتطرق لها لاحقا، تكرارها لها دلالة أخرى. أما تكرار الجباه السمر فهي تأكيد دور الجيش العربي هنا وتضحياته على أرض فلسطين. نعود إلى البيت، إن يكن باب البطولات دما فالجباه السمر للجنة بابه، أي أنه صور، أكتب عندك صورة فنية، صور دم الجيش العربي هنا، صور دم الجيش العربي هنا بابا يوصل إلى البطولات، بابا يوصل للبطولات. أما بالنسبة لا فالجباه السمر للجنة بابه، أيضا عندي صورة فنية، الصورة الفنية الموجودة في هذا البيت، صور جباه، الجباه السمر للجنة بابه، صور الجباه ببابا من أبواب الجنة، من أبواب الجنة. هاي بالنسبة للصورة الفنية الموجودة عنده هون، والصورة الفنية الموجودة عنده هون، واكتب لي إياها عندك أنت في الكتاب، عفوا أو عدسية. فهنا في هذين البيتين يدلان على تضحيات الجيش العربي من أجل القدس، وقلنا ما المقصود بالجباه السمر، وقلنا عن كلمة السمر مفردها سمراء وهي صفة مشبهة جمع سمراء، وتحدثنا عن الصورة الفنية الموجودة في هذين البيتين. الآن نختم بأمر هنا في البيت الحادي عشر،
في عندما قال إن يكن باب البطولات دما، هنا إن لو طلبت منك أنك تستخرج حرف شرط جازم هي إن، وأين فعل الشرط؟ يكن، يكن فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم. إن يكن باب البطولات دما، طب أين جواب الشرط اللي هي الجملة الإسمية فالجباء أو الجباه السمر للجنة بابه؟ فإن يكن باب البطولات دما، الآن جواب الشرط الجباه السمر للجنة بابه. هذا فيما يتعلق في الأبيات إلى البيت 11، والله يعطيك العافية، وإن شاء الله نكمل ما تبقى من شرح الأبيات في فيديو لاحق. بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعطيك العافية جميعا. نكمل الآن ما تبقى من أبيات قصيدة رسالة من باب العمود، ووصلنا إلى البيت 12. هنا يقول الشاعر: يا حبيب القدس ما للقدس من منقذ إلاك فالساح يا باب، يا حبيب القدس ما للقدس من منقذ إلاك فالساح يا باب. وانتبه لضبط حرف الياء في كلمة يا باب. نأتي إلى بعض المفردات الموجودة والتراكيب وجذور هذه الكلمات. حبيب القدس طبعا كما ذكرنا سابقا المقصود فيها الملك الحسين طيب الله ثراه. الآن كلمة الساح هي ساحة وجذرها سوحة كما قلنا، وهي المكان الواسع. كلمة يا باب هي الأرض الخالية أو الخراب، ويا باب على وزن فعال، وفعال هي صفة مشبهة. بالنسبة لكلمة يا باب، يا باب هي على وزن فعال وهي صفة مشبهة، معناها الأرض الخالية أو الخراب. الآن هذا الشاعر يخاطب جلالة الملك الحسين ويستنجد به ويقول: ليس هناك من منقذ للقدس إلاك إلا أنت. فما للقدس من منقذ إلاك، الكاف في كلمة إلاك تعود على الملك الحسين، فهنا يستنجد الشاعر بجلالته لإنقاذ القدس، فما لها من منقذ سواه، وساحاتها تنتظر من يحميها ويدافع عنها. والعاطفة البارزة هنا هي العاطفة الوطنية، هي العاطفة الوطنية. الآن ورد هناك سؤال في أسئلة الفهم والتحليل لاستخدام كلمة منقذ، وفي البيت الذي سيأتي أيضا استخدام كلمة ناديت وأسمعت، وعندما نأتي لذلك البيت نعرج على السؤال في أسئلة الفهم والتحليل. طبعا يقول الشاعر هنا كما قلنا يخاطب جلالة الملك الحسين ويقول له ليس هناك، يستنجد به فليس هناك منقذ للقدس إلا أنت. وكلمة منقذ هي أخيرا هي اسم فاعل، لأنها ميم مضمومة مكسور ما قبل الآخر، اسم فاعل لفعل غير ثلاثي. وكما قلنا كلمة يا باب هي صفة مشبهة على وزن فعال، معناها الخراب أو الأرض الخالية. أما في البيت 13 ماذا يقول؟ طبعا يا حبيب القدس، نعود هنا، تم شرح أو عفوا إعراب كلمة حبيب سابقا، اللي هي منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه منادى مضاف، حبيب القدس مضاف مضاف إليه. الآن في البيت 13 ماذا يقول؟ يقول: الملايين التي ملء المدى ما لها في نظر الغازي حساب. الملايين المقصود فيها يتحدث عن الأمة العربية، عن عددها الكبير، عن عددها الكبير. فيقول: الملايين التي ملء المدى ما لها، ليس لها في نظر الغازي، الغازي هو المحتل، الاحتلال الصهيوني، حسابه أي قدر أو شأن أو منزلة في نظر العدو. فهنا لو طلب منك أن تشرح هذا البيت تقول أن هنا يأسف الشاعر على حال الأمة العربية على الرغم من أن عددها كبير، ولكن هذا العدد لا يخيف العدو. فهنا يأسف الشاعر على حال الأمة العربية عندما قال وعبر: الملايين التي من المدى ما لها في نظر الغازي حسابه. وأيضا هناك سؤال: لو سألك حدد البيت الذي يدل على غياب الوحدة العربية، هذا البيت يعني يظهر في هذا البيت أن الأمة العربية متفرقة متشتتة. فلو سألك أيضا بصيغة أخرى، وجاء هذا السؤال في سنة 2018 الدورة الشتوية، إلى ما يشير الشاعر في هذا البيت؟ يشير إلى غياب الوحدة العربية. الآن نأتي إلى كلمة الغازي من غزا يغزو، جذرها غزوة، الغازي من غزوة، والغازي هنا اسم فاعل عوزن فاعل. الآن كلمة ملء، هنا الهمزة لماذا كتبت بهذه الصورة؟ كما تعلم بأن هذه الهمزة همزة متطرفة جاءت في آخر الكلمة، والهمزة المتطرفة تكتب بناء على حركة ما قبلها. فكلمة ملء كتبت بهذه الصورة لأنها متطرفة وما قبلها ساكن. أما لو سألك لماذا كتبت الألف في كلمة المدى بهذه الصورة، هنا المدى كتبت بهذه الصورة بصورة الياء الغير منقوطة، غير المنقوطة عفوا، المدى لأن جذرها مدى، فهي اسم ثلاثي الألف فيها منقلبة عن ياء. هذا فيما يتعلق في البيت 13. لأن نأتي إلى البيت 14 ماذا يقول الشاعر؟ يقول:
غير أن القدس في محنتها وحدها صابرة والأهل غابوا، غير أن القدس في محنتها، محنتها نقصد فيها مصيبتها أو بلائها، والمحنة هنا عفوا معناها مصيبتها، معنى الكلمة هي المصيبة المحنة، ولكن الشدة البلاء، ولكن المقصود بكلمة في محنتها هو الاحتلال الصهيوني وما يسببه من بلاء وشدة. لو طلب منك ما المقصود في كلمة محنتها، ما دلالة كلمة محنتها، اكتب عندك عدسي هو الاحتلال الصهيوني وما يسببه من بلاء وشدة، أما معناها معناها بلاؤها أو مصيبتها. الآن غير أن القدس في محنتها وحدها صابرة، هنا يعني يؤكد على أن القدس تبقى صابرة على مر الزمان في وجه كل الأعداء ووجه الاحتلال الصهيوني الآن. فيقول هنا يعني يرسم صورة للقدس وكأنه صور القدس بالفتاة الصابرة على محنتها، ولكن هناك معاناة عند القدس. وما الذي زاد هذه المعاناة؟ لو سئلت ما الذي زاد هذه المعاناة، اكتب عندك السؤال ما الذي زاد هذه المعاناة، هو غياب الأهل. وما المقصود بكلمة الأهل؟ هم الأمة العربية. فهنا صور القدس بالفتاة الصابرة على محنتها، وقد زاد معاناة القدس وغياب الأمة العربية عنها. فالأهل المقصود فيهم هم الأمة العربية. كلمة صابرة وزن فاعلة، فاعل هي صفة، عفوا هي اسم فاعل، هي اسم فاعل. هذا فيما يتعلق في البيت 14. أما في البيت 15 فيقول الشاعر هنا: ولكم ناديت لكن لا صدى، ولكم أسمعت لكن لا جواب. ولكم ناديت لكن لا صدى، ولكم أسمعت ولكن لا جواب. الآن ولكم ناديت، الكم هنا كما قلنا سابقا هنا كم التكثيرية الخبرية التي تفيد التكثير. ولو جاء السؤال على ما يدل كلمة ولكم ناديت، دلالة على الكثرة أو التكثير. ناديت، التاء هنا تعود على الملك الحسين، ولكم أسمعت، والتاء هنا تعود على الملك الحسين. فهنا يريد الشاعر أن يؤكد على مواقف الملك الحسين الثابتة في الدفاع عن القدس ورد كيد الأعداء عنها، ويقول ولكم ناديت لكن لا صدى. لكن لا صدى، صدى معناها كمعنى مباشر هو رجع الصوت، ولكن المقصود فيها الاستجابة هنا. فيقول هنا يعني يؤكد الشاعر أن الملك الحسين كم مرة خاطب الأمة العربية للدفاع عن القدس والمقدسات، ولكن لا استجابة ولا صدى من الأمة العربية، ولكن الملك الحسين بيبقى ثابتا في مواقفه عن الدفاع عن القدس. ولكم أسمعت، ولكم على صوتك، ولكم على صوتك في كافة المحافل والميادين وأنت تدافع عن القدس وعن الأقصى. هذا بالنسبة ما يتعلق في البيت 5. كم هنا تفيد التكثير، ناديت وأسمعت. هنا الشاعر لماذا، لو سألت هنا سؤال لماذا استخدم ناديت وأسمعت واستخدم كلمة منقذ في البيت الذي سبق، هنا السؤال العاشر في الفهم والتحليل، هون عندي ركز، استخدم الشاعر كلمات وعبارات مثل منقذ، ناديت، أسمعت في خطاب الملك الحسين. ماذا تستنتج من ذلك؟ على مكانة القدس عند الملك الحسين احفظ، وسعيه الدائم للدفاع عنها وحرصه على توحيد العرب من أجلها. الآن ناديت جذرها هنا ندوة، اكتب عند كلمة ناديت جذرها من ندوة. صدى جذرها صديا، صدى صديا. وصدى لماذا رسمت الألف هنا بهذه الصورة؟ لو سئلت عنها، اسم ثلاثي، الألف فيها منقلبة عن ياء، الألف فيها منقلبة عن ياء. ولكم أسمعت كم أيضا هنا كم الخبرية. هذا فيما يتعلق في البيت 15. الآن نأتي البيت 16، ماذا يقول الشاعر؟ يا حبيب القدس يا بيرقها، سوف تلقانا ونلقاها الرحاب. الآن يا حبيب القدس يا بيرقها، هنا أيضا يخاطب الملك الحسين، وعندي هنا نداء للملك الحسين، ولكن هنا في صورة فنية، يقول يا بيرقها. فهنا لو سأل أكتب لي الصورة الفنية عندك عدسية، يا بيرقها، صور الملك الحسين، معنى كلمة بيرق هو العلم أو الراية، فهو صور الملك الحسين بالعلم أو الراية. طب لماذا وصف الملك الحسين بالعلم؟ دلالة على ثبات مواقفه، دلالة على أنه ثابت كالعلم في مواقفه تجاه القدس. فيقول يا حبيب القدس يا بيرقها، وهنا بيرق أيضا هنا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه مضاف. وكما تعلمون إذا اتصل الضمير
بالاسم يكون مضاف إليه. فبيرق هنا منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. فيقول: يا حبيب القدس يا بيرقة، صور الملك الحسين بالبيرق دلالة على ثبات مواقفه، سوف تلقانا ونلقاها الرحاب. كلمة الرحاب هنا مفردها الرحبة تبع، ومعناها الأرض الواسعة، والمقصود فيها رحاب القدس. فكأن الشاعر هنا يأمل ويتفاءل في الرجوع إلى القدس، فيقول هنا يخاطب الشاعر جلالته الذي أحب القدس عندما وصفه يا حبيب القدس، وأيضا وصفه بالبيرق بالعلم دلالة على ثبات مواقفه، آملا بالرجوع إلى القدس الحبيبة وتحقيق النصر بملاقات ساحات الأقصى، أي بأن نلقى بعضنا البعض في ساحات الأقصى. كلمة تلقانا نلقاها جذرها لقيا، جذرها لقيا. هذا فيما يتعلق في البيت السادس عشر. نأتي إلى البيت السابع عشر، ماذا يقول الشاعر هنا؟ يعني في البيت السابع عشر يقول: وغدا شمل الحمى مجتمعون. يعني كأنه في البيت السابع عشر هنا وهو البيت الأخير يعني يتفاءل الشاعر بجمع أو اجتماع الشمل الأمة العربية. وكلمة شمل هنا في تفاؤل، وكلمة شمل معناها مجتمع القوم، فكأن نحن نقول جمع الله شملهم، أي ما تفرق من أمرهم، هي معنى كلمة جمع الله شملهم. فإنه هنا يأمل الشاعر ويتفاءل في المستقبل القريب على أن الأمة العربية الحمى، الأمة العربية وغدا شمل الحمى مجتمع، الأمة العربية ستعود وهي مجتمعة وستعود إن شاء الله إلى الدفاع وعن القدس. وغدا للمسجد الأقصى مآب. كلمة مآب من أوبة ومعناها المرجع أو الرجوع، كلمة مآب من أوبة ومعناها الرجوع، الحدث المصدر هي مصدر صريح. هنا كلمة الرجوع مصدر صريح، أما كلمة مآب هي على وزن مفعل، ووزن مفعل هنا هي مصدر ميمي على وزن مفعل، مآب معناها الرجوع، تدل على الحدث المجرد من الزمن. وكما تعلمون بأن المصدر الميمي يشترك مع اسم الزمان أو المكان، ولكن هنا كلمة مآب هي مصدر ميمي لأنه معناها الرجوع. فهنا الشاعر متفائل بالمستقبل ويتطلع إلى غد تعود فيه ديار القدس إلى أهلها، شمل الحمى مجتمع، ويعود فيه الأقصى حرا بإذن الله. فهنا يبرز يعني او يبرز التفاؤل. فلو سألك سؤال هنا حدد البيت الذي يدل على تفاؤل الشاعر بالمستقبل، تقول لي هنا البيت السابع عشر عندما قال: وغدا شمل الحمى مجتمع، يعني يعود الأهل إلى القدس، وتعود الأمة العربية مجتمعة بعد أن تفرقت، وسنعود كلنا إلى المسجد الأقصى بإذن الله تعالى. فهذا البيت فيه تفاؤل. والعاطفة البارزة في عبارة وغدا شمل الحمى مجتمع العاطفة القومية، أي على تدل على أن الأمة العربية بإذن الله ستعود مجتمعة وتدافع عن القدس ويعود أهلها لها. وغدا للمسجد الأقصى مآب، هنا العاطفة الدينية. سنعرج الآن، وقلنا كلمة مآب من أوبة ومعناها الرجوع وهي مصدر ميمي. الآن سنعرج بشكل سريع على الأسئلة لضيق الوقت. طبعا أضف إلى معجمك كل المعاني تم ذكرها سابقا، احفظها. أيضا السؤال الثاني هنا عد إلى المعجم واستخرج معاني الكلمات أيضا تكلمنا عنها. مفرد الكلمات: القباب، القبة، الأهداب، الهدب، الجباه، الجبهة، كلها تكلمنا عنها. فرق في المعنى. السؤال الرابع سؤال سهل، يعني رسمك الغالي معناها صورتك، طيب رسم الديار معناها الأثر الباقي إلى آخره. هذه الكلمات موجودة واحفظها. الآن في السؤال الخامس يقول: اشتقت العرب أفعالا من الأسماء الجامدة نحو ألجم من اللجام وأسرج من السرج. أكمل شفويا، تقول: خيم من الخيمة، وأبحر من البحر، واستحجر من الحجر، وذهب من الذهب، وتخشب من الخشب، وأصحى من الصحراء، وإلى آخره، وبلور من البلور. فهنا في هذه الكلمات لربما أن يأتي عليها سؤال ضع دائرة. بالنسبة لأسئلة الفهم والتحليل، كل هذه الأسئلة قد تم شرحها سابقا من خلال شرح الأبيات، ولكن سنعرج عليها عفوا بشكل سريع. الآن السؤال الأول احفظ: ما دلالة القباب والمحاريب؟ كما قلنا دلالة دينية. عبر الشاعر عن مكانة القدس الرفيعة عند ملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ومكانة الحسين عند أهلها، بين ذلك. هنا حظيت القدس بمكانة رفيعة عند الحسين، اكتب عنده حفظ زائد فهم. يعني السطر الأول هنا أغلب حفظك تحفظه، السطر الثاني يعني تستخرجه من الأبيات موجود عندك. بالنسبة للسؤال الثالث: من هم الأحباء على العهد الذي قطعوه؟ هم أهل القدس. أنا بقرأ بشكل سريع حتى ما يكون الفيديو إن شاء الله يكون طويل، ويكون إن شاء الله يعني نكون نحاول
نشيك على جميع الأسئلة الموجودة عندك في الكتاب. الآن الأحباء كما قلنا هم أهل القدس، والعهد الذي قطعوه الوفاء والانتماء للملك الحسين في الدفاع عن القدس، وهم الأهل فيا فارسهم، الفارس والملك الحسين. من الأهل؟ هم أهل القدس. ما دلالة أسرج المهر؟ دلالة على الفروسية والقيادة. ما دلالة طواعك الركاب؟ تأييد أهل القدس لجلالته. الآن بالنسبة للأسئلة، السؤال الخامس، هنا أشار الشاعر هنا إلى أن القدس هي أرض البطولة والشهادة، حد الأبيات التي تدل على ذلك هو البيت السابع والثامن والتاسع. القدس هي أرض البطولة والشهادة. طيب أعطيني البيت أو حد البيتين اللذين يدلان على تضحيات الجيش العربي، هما البيتان العاشر والحادي عشر. الآن وكما قلنا ذلك سابقا. بالنسبة للأسئلة بشكل سريع، الآن السؤال السابع هنا افهم وفهم، السؤال الثامن اربط بين، يقول هات من النص ما يوافق معنى قول أحمد شوقي للحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، هات من النص ما يوافق هذا المعنى. في عند البيت الذي يحوي كلمة دقت واربطها مع كلمة يدق. أشار الشاعر إلى غياب الوحدة العربية في البيت الذي فيه كلمة الملايين التي ملؤوا المدى. البيت العاشر والإحداش حفظ، أما فيما تبقى من الأسئلة فهي فهم وقراءة. وبالنسبة للتذوق الجمالي كما تعلمون عليك أن يعني تركز على هذه الأسئلة، لها نصيب كبير من العلامة. الدلالات حفظ كما هي، والصور الفنية كذلك. والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.